بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا بالحرب قبيلة KSA كانت معنا الحرب الماضية أو اللي قبل الماضية والحين أيضا معنا. صح نفس ال طيب كانوا الترتيب الثاني. شوف كيف تقلب الأحوال، الحين صاروا الأخير. يعني والحين احنا الثاني وانتهت الحرب، احنا الثاني تقريبا اكيد يعني. طيب ما أدري ليش عندي إحساس هذا بس يخلون المصريين يطردون السعوديين أو شيء زي كذا. مثلا مستوى بطايق وما يشجع وأبدا ما يشجع ومشاركته بالحرب. هذا كاين والله ما أعرف، الحين أنا ما أعرف يعني صراحة ملخبط الأمور بسبب كثرة الطرد. بعدي وغيابي عن اللعبة عدة أيام تقريبا. يلا نرجع للساحة، بس أكيد كثرة الطرود ذي شيء ما هو زين. لا 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 لا، شوفوا كيف مستوى 15، مستوى 15. ول 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 ول، الحين عرفنا ليش أنا تارك اللعبة. إيش ذا مستوى 15 وتركين البيكا آخر شيء؟ الكلاب هذا أمير مستوى 15، ما في مزح. تركين البيكا آخر شيء وقابل كذا من البيكا وأمير. يلا شغلك يا سياف. ما أدري إذا في أمل أصلاً، بس يلا نكمل. الله يعين بس. يقهرونك بالحركات هذه، مرة يقهرون. لها ياكل وبرميل غيلان زيادة على كذا. اللعبة زبالة معاه ميني بيكا وأمير بالبداية وأن البيكا آخر شيء متوقع دائما زي كذا من هذه اللعبة. الله يعين.
مشكلة والله. أعوذ بالله، بس أعوذ بالله، أعوذ بالله من هذا الإجرام من أول مباراة زي كذا. حركات وسخة وسخة وسخة، لكن إيش نسوي؟ حركات وسخة لعينة. قاعد يهجم من جهتين هذا الحيوان، حيوان، حيوانات، حيوانات، والله حيوانات، لعبة حيوانات والله. من أول مباراة تنجن، من أول مباراة كذا تفرقع وتطرطع من جد، يعني لعبة مرة 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 معفنة. تركيل البيكا بالأخير بالبداء من الأول، فواضح الأمور، واضح الأمور اللعبة المعفنة ذي. يا الله والله الواحد تعب، والله الواحد تعب. يا ما أدري ليش كذا صاير اللعبة مجرد تعذيب، مجرد ينتظرونك عشان يعذبونك بس. شوف باس رويال، باس رويال، كل شوي هذه الأشكال وهذه المشاكل، رمي تفرقعات قابلني إذا ما كانت تطورة. ما هي مشكلة والله، تضطر تلعب السياف الآن. ما تدري هذا ميجانايت ولا ايش. ضايعين تنين نار ذا، قلق قلق قلق، طبعا قلق. شو كيف رغم كل الأشياء اللي سويتها فيه لكن قدر يوصل الآن. سوى ضربة، الله يستر، بس هذه رمت فرقعات مدورة طبعا أكيد. أبو القلق ثلاث أساطير.
ناس انذال، اللعبه نذله، اللعبه نذله. شوف كيف ما معه بطاقه هجوميه بس كذا يعتمد على ارعاب الناس. لاعبين نذلين، لعبه قذره ونذله مليانه بالخطط اللي بس موجوده لاستفزاز الناس وقهر الناس، مليانه باللاعبين النذلين. نشوف آخرة هذا التعذيب. تيتي عمر مستوى 15. ذبحونا بالظلمة هذا والضيم. صارت الأمور أسوأ بكثير من قبل. قبل كانوا يخلونك تفوز 3 مباريات 4 مباريات بعدين يعني يبدون يصعبون، يجون يظلمونك الحين حتى مباراة واحدة ما يخلونك. ما يعين بس شايفين كيف المنذلة هذه اللعبة. يا الله بس مستوى 15 الخنزير والزفت هذا. تسلا بعد أبو الزفت بهذه اللعبة، أبو الزفت يا جماعة. والله العظيم لعبة زفت، والله لعبة زفت، قمة الملعنة، قمة النجاسة. إيش هذا؟ والله العظيم وضع كذا مرة زفت. ليش صايرة كذا هذه اللعبة؟ اقسم بالله مرة 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 ظلم، والله جدا ظلم. اسلوب حقير صراحة بهذه اللعبة. ايش هذا؟ 3 مباني، 3 مباني وساحرة، كمية عفن اقسم بالله. فالكري تسلا كوخين ومستوى 15 ماكس. ليش كل هذه الأمور السيئة والزفت؟ شيء سيء من أكثر الأشياء اللي خربت هذه اللعبة. البطايق المطورة ومستوى 15 وكذا كذا كذا، ناس اللي يلعبون كذا كثير مباني. والله العظيم مرض، والله مرض. طفشونا، والله طفشوا العالم. الناس هجت يعني بسبة نظام اللعبة ذا، نظام حقير حقير حقير. والله العظيم عفن غير عادي. هذه أول جولة مباريات ألعبها من 3 أيام بالساحة، مدري 3 أيام أو 4 أيام
كذا. يو الله، على العموم من زمان ما شفنا هذه ملكة الارشر، فمشتاقين. حلوة حلوة هجمة الخنزير هذه، حلوة جدا. ما ادري ايش صار للخصم، ما اعرف ايش صار له، بس الظاهر اني فزت ولا غريب. نزلوا فالكري. ول 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 ليش قال فزت؟ الله يعين. بس والله كنت حاس انه في مع بلاوي، كنت حاس انه هذا ما راح تكون الامور بهذه البساطة. يعني الله ياخذه، بس الله يلعنهم، الله يلعنهم من اللعبة. بس بعدين اقول لك لا تلعن. شوف الخرا، شوف الخراب بالنظام المعفن ذا. تخلص من تسلا يجي لك خصم تسلا. ايش هذا؟ المفروض اذا لعب مين فيك هناك فالكري المفروض تكفي. ولد والله مشكلة، والله أعوذ بالله الإجرام، أعوذ بالله كمية الإجرام بهذه اللعبة. شيء مو طبيعي، والله شيء مو طبيعي. كمية الإجرام غير عادية صايرة. الله يقلعك، الله يلعنك، الله يقلعك. وسخ 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 وسخ. كلاب 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 كلاب، اقسم بالله كلاب، 60 كلاب. اعوذ بالله اعوذ بالله يا ناس، ايش هذا؟ ايش هذا؟ ايش الناس هذول اللي قاعدين؟ اعوذ بالله اعوذ بالله اعوذ بالله، اقسم بالله لعبه مره مره مره، بس يعني يقهرونك ويمشون يعني. بس هذا 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 اسلوب اللعبه. كل ما ادري يعني، كل الخصوم اللي قاعدين يجوني ولا كل اللاعبين زي كذا؟ ما اظن كل اللاعبين زي كذا. اللعبه نفسها اذا استهدفوك والله العظيم يخربون ابو جوك يا شيخ. ايش ذا؟ ايش ذا؟ ايش اللاعبين المعفنين؟ ايش ابو اللاعبين المعفنين ذولا؟ واربع فاصلة ثلاثة كل هذا الإجرام، واربع فاصلة ثلاثة. ليش كذا؟ ليش كلهم زي كذا؟ مبنى، عدة مباني، الخصم اللي قبله ومكنايت وميني بيكا وكملت بالبرق. أعوذ بالله أعوذ بالله، تب لهم، تب لكذا لعبة يا شيخ. أعوذ بالله، ما أدري، ودي أجرب أشوف يعني آخرتها كذا. جاني فضول ولا قافة، هو ما أنا ما بخسران شيء أصلا، ما عندي هدف. خلاص 7500 لا تقول لي رامية أرشر كوين مرة ثانية.
طيب شفنا أرتشر كوين هذه المرة بنشوف باقي الحلوين. هذا المنجم العظيم وهذه مستوى 15 رمت فرقعات هناك. فشوف الضيم ومبنى ثاني مبنى ثاني. يا الله يا الله يا الله يا الله والله اللعبة معفنة صراحة. يعني اللعبة كذا بأسلوب المباني هذا مرة زفت أسلوب تعبان والله. ودي يقول كلمة ما لها داعي بس لعبة معفنة كريهة. تقول يا صار اوكي بقي يقول ولا يا الله بس يا هدوي كملت برامج فرقعات الماكس. لعبة زق اللعبة نقول بصراحة يعني كل خصوم مباني زي كذا حيوانات والله حيوانات نظام حيوان قذر معفن. أنا متأكد يعني مطورة غريبة ما هي مطورة. والله ظلم وضيم في كل مباراة كذا خربت اللعبة ما فيها أي عدالة أبدا. أنتم شايفين يعني مستوى الخصوم كلهم مباني وكلهم بطايق مستوى 15. أسلوب سيء اللعبة صايرة سيئة مرة سيئة. يعني كانت هذه أحسن لعبة كنت ألعبها. شوفوا ها باس رويال خصم باس رويال كانت يعني قبل سنتين هذه اللعبة اللي قاعد ألعبها 4 ساعات 5 ساعات باليوم ما عندي أي مشكلة أحيانا أكثر. شوف الوضع المعفن كيف مرة وضع مرة كذا باين الأمور اللعبة مستقصدينك إذا استقصدوك زي كذا. إذا لعبة استقصدك زي كذا وش تسوي الخصم هم اللعبة نفسها وش تسوي. إذا خصمك اللعبة نفسها إيش ممكن تسوي. إذا خصمك القاضي إيش ممكن تعمل. ماذا ممكن تقاضي. شوف كيف مضادات ساحرة و استفزاز كمية مضادات غير عادية في كل مباراة حتى ساحرة بعد تفوق على كذا لعبة. الحمد لله عدت الهجمة يبدو لي الخصم استسلم معاه باس رويال ومباني نفس الموضوع برج القنبلة وكل شوي يكررون علي.
واحد تعب والله، واحد تعب من كذا لعبة. صارت جدا جدا يعني انه نظام تدفع تفوز بزيادة. زودوها يعني اصلا من زمان يعني قاعد اعاني من المباني ما فيها كلام، بس يعني مستوى 15 و لهالدرجة يعني 4 مباريات ورا بعض، وهذا 3 مباني مرة واحدة. شيء سيء، شيء سيء، أعيد وأقول شيء سيء. واللعبة صارت أسوأ بكثير بكثير من قبل. إلى اللقاء.